هي تزداد بواحد الثمن كانت فواحد الوقت ملي كدير زعما كي واحد الثمن كتخلصوا داك الثمن في اطار الدستور الجديد في اطار القوانين الجديده قلنا عن الناس الحق ديال زعما رفع الدعاوي ضد الجماعه وكاين الاثمنه اللي تضربت في 10 كاين الاثمنه اللي تضربت في 12 وبقات الجماعه ديما الميزانيه ديالها متقلب داك الاحكام اللي لحد الان باقي مع باقي التداعيات ديالهم على جامعة. انا كنتمنى حنا حلينا واحد العدد ديال المشاكل خدامين تنحلو فيهم والمشكل الاول اللي كان هو واحد غياب النص القانوني اللي كيمكن الجماعة انها تصرف الاملاك للناس كانت عندها نزعه ملكيه للمصلحه العامه. كان واحد المونتاج في الوصي كان خصو يتدار واحد ترتيبه ماليه اللي كتمكن قانونيا وعمليا التصرف دوك الاملاك باش هذوك الاملاك ديال الجماعه حيت الناس كيقولوا كيهضروا على الاملاك بعتوهم بعناهم وكذا هذاك واحد التركيبه ماليه باش هذوك الفلوس ديال دوك الاملاك يخدمون لا ريزوبسيون المنفعه العامه اللي هي ترحيل ديال الدور الصحيح الفلوس ديال ديك الاملاك الجماعه اللي هما كانوا غيعيشوا في الدور الصحيح لان بما ان ما غاديش يكونوا فيهم ولكن الفلوس ديالهم كلهم ما كانوش هذيك الاملاك ما كانش تقدر تستوعب داك الوعاء العاطفي ما كانش يمكن يستوعب دوك الناس المساكين ولكن الفلوس ديالو يمكن لهم يقوموا بهذا العمل. هذه هي التركيبه الماليه اللي تدات بس زعما نكونوا مزيان بالنسبه للميزانيه اللي حتى هي راه ملي غنكونوا تنديروا ليتيك زعما تحليل الميزانيه غادي يبان لينا ان ما غنديروا ست سنين ما كاين باقي احكام كانت نو حنا تحلينا واحد زعما تحلينا واحد كاين واحد العدد ديال الامور دابا اللي ولات البارتناريا بيبليك بريفي اللي كلينا زعما نديرو شراكة مع القطاع الخاص باش يخلينا يكون عندنا مداخيل اكثر يكون عندنا واحد حرية تصرف اكثر في الاملاك الجماعة مع الفاعل الخاص باش يخلينا يكون عندنا واحد شراكة فليكسيبيليتي ديال زوار مساجها الكرام على هامشي الانطلاقه الفعليه لاعداد برنامج الجماعي لمدينه اجمعلا يسر الله ان نستضيف الاستاذه مريم بحار النائبه الثانيه لرئيس الجماعه والمفوض العربي تدبير قطاعي النظافه. نعم استاذه ما هي انتظاراتكم من اعداد هذا البرنامج؟ شكرا سي واقفي شكرا مساء الجهه. احنا اليوم كيف ما شفتوا معنا كان اول لقاء تشاوري واخباري لاعداد برنامج عمل جماعه تماره. هذا البرنامج كما تعلم الجميع اللي هو مؤطر قانونيا بدستور 2011 وقانون تنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. احنا البرنامج عمل جماعه بيان سو غادي نديروه وفق مقاربه تشاركيه مع جميع المصالح الخارجيه اضافه الى انخراط واشراك المجتمع المدني اللي يعتبر شريك اساسي وفعال من اجل تنفيذ هذه المشاريع. بطبيعة الحال المشروع ديال برنامج عمل جماعه غادي يكون وفق واحد الالتقائيه ديال البرامج مع البرنامج التنموي الجهوي وبرنامج تنميه العماله باش تكون هناك الالتقائيه في اعداد برامج ونكونوا كلنا تنصبوا في واحد العمل اللي هو يكون موحد ما يكونش كل واحد تيصيغ واحد الوثيقه خاصه به يكون هناك اندماج او برنامج مندمج اللي يقدر يعمل الجميع. وهذا الشيء اضافه الى ذلك يجب علينا ان لا ننسى التوجهات والمحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد اللي جماعه تماره وبرنامج عمل ديالها ما غاديش يخرج على هذا الاطار اللي باش نحاولوا حنا يكون فيه ان تكون فيه الحكمه في التدبير
ويكون عندنا واحد الوثيقه اللي هي فعاله واللي هي قابله للتنفيذ. احنا كجماعه كيف ما يعلم الجميع الموارد الماليه ديالها قصيره او فقيره الا بغيت نقول، فنحن منفتحين من هذا المنبر يدنا مفتوحه ومنفتحين على جميع الشركاء الخارجيين وخصوصا منهم الشركاء الخواص من اجل جلب موارد ماليه ومن اجل تنفيذ المشاريع اللي احنا سنطمحوا لها باش تكون عندنا في المدينه.